اهلا بيكم مشاهدينا مره تانيه. ادينا في احنا الستات مكملين اللي بداناه في حلقات سابقه عن مشاكل البشره. احنا اتكلمنا عن الجفاف في فصل الشتاء وكده، بس في مشاكل تانيه، يعني في مشاكل زي بهتان البشره وفقدان نضارتها وظهور الخطوط والتجاعيد الخفيفه، للاسف بتكون حاجه متعبه شويه ان احنا نلاقي نوع كريم يقدر يرطب لنا بشرتنا ويحل المشاكل التانية اللي بنواجهها فيها. والكريم ده اللي كلمنا عليه قبل كده هو كريم بينكي. كريم بينكي بكل المكونات الطبيعية اللي فيه بيقدر يعني يحل لنا مشاكل كتير قوي من البشرة. واللي هيكلمنا على كل المشاكل وحلولها دكتورة دينا أبو السعود اللي مشرفانا. اهلا بيكي يا روحي. ازيك يا قمره؟ انت ازيك؟ الحمد لله كله زي الخير والنضاره. حبيبتي الخير يعني عارفه النضاره يا زينة كده، عارفه؟ ايوه. عامله ايه؟ نستعمل بينكي اكيد صح؟ لا لا احنا هنستعمله. لا لازم، لا احنا هنستعمل بينكي. ايوه لا لا لازم، لا لازم. لا انت كمان عارفه تضغطي على الوتر الحساس، النضاره. تسمعي نضاره، عارفه كلنا مين مش عايز يبقى وشه شكله نضر وصحي؟ صح. وعلى فكره ناس كتير قوي زينا، مثلا انا وليلى اللي هو اللي يعرفونا وانت كده عارفانا كويس. على فكره احنا بره الشغل ما بنحطش ميك اب خالص، فهو اهم حاجه يبقى وشي بجد شكله نضر لوحده. صح. وعارفه يا دينا كمان، انا ناس كتير بتبعت لنا، ودي مشاكلنا احنا الشخصين، انت بتشتري منتجات كتير قوي يقعدوا جنب اخواتهم على الكومودينو كلهم جنب بعض، ما تصرفيش حتى لو استعملتهم. حتى لو استعملتهم ستيل انا مش واخده النتيجه اللي انا عايزاها المرضيه. صح. انا فقدت الامل وقلت يمكن بشرتي انا المسكينه. طب ايه بقى المشكله دي؟ يعني كلنا بنجيب منتجات كويسه، طبعا احنا هنتكلم عن بينكي، كلنا بنجيب منتجات كويسه ومنتجات عالميه ومنتجات مصريه، وكل حد يقول لك على حد حاجه يا حد موثوق فيه يقول لك مثلا استعملي الماركه الفلانيه، بتروحي تجيبيها ومع ذلك ممكن يبقى الايفكت مش اعظم حاجه غالية. بالظبط. وتلاقي مش التاثير اللي انت عايزاه. ده سببه ايه يا دينا؟ سببه ان يعني انا مش هتكلم على المنتجات التانية طبعا، بس يعني ممكن يبقى في منتج مناسب لبشره معينه ومش مناسب للبشره التانية، منتج مناسب جدا للبشره الدهنيه بس ما عملش شغل كويس مع البشره الجافه والعكس. ممكن السن برضو بيحكم، ممكن المشكله وصلت لحد ايه، يعني ممكن سيده عندها تصبغات ازيد من سيده تانية فبتاخد وقت اطول، يعني ممكن مثلا لو مثلا في جلد حساس عايزه اقول ان بينك اللي هتكلم عليه ده احسن منتج دلوقتي موجود في الكوزماتيك ماركت للسنسيتيف سكين، بشره حساسه. ممكن براند تاني مثلا زي ما مدام ليلى قالت، صاحبتك قالت لك خدي البراند ده، عمل مع صاحبتك نتيجه ومثلا ما عملش مع حد تاني نتيجه، لان ممكن البنت التانية او السيده التانية مشاكلها خفيفه فلقطت بسرعه، يعني لقطت النتيجه. أيوة، بسرعة. بسرعه. لكن سيده تانية ممكن تجاعيد اكتر، ممكن عدم شحوب اكتر فبتاخد وقت. وفي حاجه مهمه قوي كمان يا دينا ما قلتيهاش، وممكن نكون بنشتري وما بنستعملش ده كتير، او نكون ده بقى العادي، بقى العادي جنب اخواتكم يا جماعه كومودينو. ايوه وممكن العادي يكون استعمال غلط، يعني مثلا ما بحطش عدد النقط الكافيه، او ما بوزعوش بطريقه صح. صح. او ما بواظبش على الصبح وبالليل، في ناس بتخاف العبوه تخلص يقولوا لي ايه بحطه مره في الاسبوع، ايه مره في الاسبوع؟ لا طبعا، يعني لو هتكلم على كريم بينكي لازم يتحط بالطريقه اللي انا بتكلم عليها على طول. حلو قوي، يلا بينا. ايه هي الطريقه؟ يلا بينا بقى. طريقه استخدام كريم بينكي، الكريم هو بعيد عني مش مشكله، بحط شويه ممكن حلوين. اجيب انا العبوه طبعاً. ممكن اقوم يا اميره معلش اقوم بس اجيب العبوه. ايوه اوكي، دي هي دي عبوه قوي قوي حلوه ولونها جميل. وده العبوه، ممكن هو كمان مش ازاز فتقدري تحطيه على يعني في شنطتك. اي حاجه فبستخدمه طبعا. لو قريتي ياسمين ومدام ليلى ده الليكروش اكستراكت، يعني في مستخلص عرق السوس، في الملبري. انا اشمه طبعا، انت عارفه انا أيوة. اهم حاجه عندي كل حاجه بتشمها. ايوه حتى الاكل. ايه ده، هو ليه شبه كريمات الاطفال؟ ما هو اوريدي فيه زبده الله ريحته يعني. نظافه واطفال كده والريحه الحلوه دي ممكن مش طبعا ما فيهوش اي عطور، ودي حاجه حلوه قوي ان كريم بيكي ما فيهوش اي عطور. لا خليك انت كملي. هتلاقي انا هكمل مع نفسي. ملمسه يجنن على فكره والله العظيم، وطري طبعا خالص. كريم بينكي هايل. انا بس عايزه اشوف هيدبق ولا هيلزق، عشان حكم بيقولوا ما بيلزقش. لا ما بيلزقش اطلاقا، ودي طبعا احنا شايفين الصوره
على الشاشة دلوقتي. طريقة استخدامه سهلة جدا، بيستخدم مرة صباحا. الملمس التكستشر بتاعه حلو جدا جدا، مع انه في سلسين بيجدد لي خلايا بشرتي وبيسيب الملمس ناعم. ياسمين بتعمل غلط، ما تعملوش زيها. ياسمين عشان حطت نقطة واحدة فعمالة تعمل ايديها الاثنين، ما تعملوش زي ياسمين خالص، كل ايد بتتحط لوحدها. على فكرة هو حلو قوي للايد والعقل الغامقة، يعني بنات كتيرة جدا عندها عقل غامقة، بنات كتيره جدا عندها كعب واللي هي الركبه لما بتبقى غامقه بيبقى الشكل مش حلو خالص طبعا. ولو الكوع، يعني بتلاقي سيده زي القمر وتلاقيها لابسه نص كم وكحه ناشف جدا واسود، استخدمي كريم بينكي هتتبسطي جدا من النتيجه. مهم قوي البنات التخان شويه وعندهم التصاق في الرجلين إيه من فوق، دي ايه رايك هذه ده انت النقطه اللي هتعملي ناخد الشاور بتاعنا. بصي انا قاعده اعمل كده اولا بجد بصوا مفيش تلزيق بجد، مفيش تلزيق خالص. وان عموما وبتحطي ايه بقى انت؟ بتحطي فيتامينز، بتحطي إيه؟ انا اشتريت يا دينا بجد والله العظيم يا جماعه يعني احنا بنتكلم. خلي بالك ياسمين انا ما بتكلمش على اي منتج غير لما لازم اجربه شخصيا واقتنع بيه، وانس ان انا كدينا بالصوت اقتنعت بيه خلاص انا اقنعت المشاهد. طب احنا معلش يا دكتور قلنا، عشان انا كنت سرحانه وكنت بجرب المنتج، هو احنا قلنا بنستعمله بنحط كام نقطه وبنستعمله الصبح وبالليل؟ احنا قلنا خلاص الموضوع بيستخدم الصبح وبالليل. طريقه الاستخدام مهمه طبعا، هيستخدم يوميا، ما حدش يقول لي لا هستخدمه مره في الاسبوع عشان يفضل قاعد معايا. اولا سعره حلو جدا، يعني لو خلص لا ولو قعد معاكي مش هتاخدي النتيجه اللي انت عايزاها تشتريها. وبعدين سعره تحفه، سعره هايل لكل فئات المجتمع، فما فيش حاجه اسمها كده يعني طبعا. مناسب سعره، مناسب للجميع طبعا. طب عايزه، انت كنت قلت لنا في حلقه سابقه انه بينفع مع البيبيز تحت الحفاضات. تحت الحفاضات البيبي اللي بيحصل له في حاجه اسمها الراش اللي بيطلع مع الحفاضه، الحمراء والالتهابات، الالتهاب اللي بيطلع للاطفال من الحفاضات. هايل هيبقى كريم بينك لانه مليان زنك طبعا. مش قادره هنا ما اعلقش بقى واقول لها لو سمحتي غيري لابنك كتير، علشان هو اصلا مش المفروض نوصل انه يجي له حساسيه طبعًا. من كتر ما هو مبلول. لا 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 طبعا يعني لازم. معلش بغض النظر عن ان الكريم، لا وفي بيبيز بيبقوا جلدهم حساس زياده عن التانيين، بس يعني يوجوالي الدكاتره بيقولوا لك تعملي ايه وتفتحي، يعني بغض النظر دخلنا في حته تربويه او امومه. لا ده مهم برضه، الامومه نقحه عليا، المهم ندي تيبس كده للناس. بس يعني يا جماعه دي بيكون سببها في المقام الاول ان الطفل قعد مده مبلول. لا ده صعب قوي. لا لازم نغير له ونحميه ونحط بقى بينكي ونحط بينكي فينفع برضو للبيبيز قوي. والبيبيز اللي بيحبوا كتير وركبهم بتنشف قوي ينفع. السيدات بتسود ما هي بتنشف يعني جفاف يعني كده، ما فيش بيفضلوا برضو غامقين. مش هينفع نقعد نعمل بليفه كتير، لا يعني قصدي ما بينضفش صح. وعلى فكره في فصل الشتاء مهم قوي اقول مش طول الوقت نستحمى بميه سخنه، الميه السخنه بتشيل الترطيب خالص، لازم فتره لازم فتره. وللوش بلاش على الوش ميه سخنه، وبلاش ان احنا طول الوقت نحط ايدينا في الميه، دي مهمه جدا. ماشي بس الوضوء، بس اليومين دول الوضوء. يعني غير الوضوء بقى اليومين دول كله اغسلي ايدك اغسلي ايدك، يبقى لازم طول الوقت انا برطب بكريم بينكي، يعني اغسل ايدي احط بينك على طول. أوكي. ده مهم قوي. وكمان ما بلاش الدفايات الكتير في البيوت، لان الدفايات بتسحب الرطوبه بتعمل جفاف وبتاثر جدا على الشعر. تعمليش حسابي في كل اللي انت قلتيه ده، انا لا اقدر اقعد من غير دفايه ولا اقدر ما اغسلش ايدي كل شويه، لكن اوعدك اني ارطب. لا اوعدينك هتستخدمي بينكي خلاص. لا ده انا اشتريت. ايوه لا بجد وحياه ربنا انا مش بعمل دعايه للمنتج، هو بجد المنتج طلع نعم جدا بعد فتره فعلا. ياسمين ما اعتقدش ان بينكي هيحتاج دعايه، لان هو فعلا منتج بايع نفسه زي ما انت قلتي، يعني بجد وريحته وكل حاجه. طيب نرجع بقى، خلاص استخدمته صح صبح وبالليل عشان اوصل للنضاره، او افتح البقع زي ما انت قلتي، او استعمله للاطفال اللي عندهم حساسيه مش حساسيه اسفه التهابات. فده معناه ان هو كريم معالج يعني تلخيصه انه كريم معالج، كريم تجميلي. تجميلي اوكي. وبيعالج التصبغات، وكريم وقائي على فكره. يعني انا بقول للبنات والستات، يعني ما نستناش يطلع بقى اللي هي البقع يطلع حالات سودة. لا انا استخدمه كلايف ستايل على فكره. كل دكاتره الجلديه
بيقولوا لك، بيقولوا لاي ست بعد سن ال 25 استخدمي كريم فيه كولاجين، استخدمي كريم فيه انتي اوكسيدنتس، كريم ترطيب. فاوريدي انا حتى لو ما عنديش مشاكل استخدم من سن صغير عشان اخر جدا ظهور علامات التقدم في السن. طب بمناسبه بقى ظهور العلامات المتقدم في السن، دلوقتي من كتر ما البنات مش بياخدوا بالهم من بشرتهم بقى يظهر لهم خطوط فاين لاينز، يعني رفيع بالذات عند العينين او مثلا هنا. لا وده والله مش بس عشان ما بياخدوش، وممكن التلوث واضاءه الموبايل، يعني حاجات كتير. عدم شرب الميه ده حاجه خطيره جدا، وعدم شرب الميه حاجه خطيره جدا. يعني انا بنصح ان احنا نستخدم كريم بينكي، بس لازم نشرب ميه كويس، ناكل الاكل اللي فيه الخضار، الخس، الجرجير، والحاجات دي مهمه جدا خضرة. كمان في زمن الكورونا. مش بس كده، يعني انا بعمل حمايه واحفز شويه المناعه بتاعتي، وبلس ان انا اظبط وشي بالفيتامينات، فدي حاجه مهمه. نحاول نقلل السكريات بقدر الامكان، ونقلل الدهون بقدر الامكان، وننام ساعات حلوه، ونحاول نبقى اوبتيمستيك، يعني متفائلين. لما اجي كده الصبح الاقيكم الاقي ياسمين يا صباح الانوار. انا والله انا عايزه كل يوم اجي هنا بقى، لان بتدوني تفاؤل بالحياه. واحنا والله بنتبسط قوي بوجودك فعلا يا دكتور دينا، لان يعني بصي يعني سميهم على وجوههم حياتي. طيب عايزه اقول لك على حاجه بمناسبه سميهم على وجوههم. ناس كتير ممكن تستخدم كريم صح وتستعمل كل اللي احنا قلناه، وبتبقى برضو النتيجه متاخره معاها شويه، لان طبعا اللي افسدناه في سنين مش هنقدر نصلحه في اسبوع او اتنين او تلاته. فالمفروض استخدم الكريم مده قد ايه عشان اوصل للنضاره اللي المفروض اوصل لها؟ انا بشوف النضاره من اول شهر. أوكي. يعني مش معقوله هستخدم كريم بينكي اللي كله فيتامينات ومعادن، مستخلص الشاي الاخضر، زبده الشيا اللي بيقدر ينشط لي الدوره الدمويه، مستخلص عرق السوس والراسبري او التوت البري، من غير ما اشوف نتيجه من اول شهر. لكن لو هتكلم على التصبغات، هو انا بقول ان كريم بينكي بيفتح البشره ويعالج التصبغات 5 أضعاف اي منتج تاني، لان هو اوريدي كل مكوناته بتشتغل على الحته دي، على التفتيح. فانا ما اقدرش اقول لك بالظبط يا ياسمين انت، او يعني مش انت ما عندكيش تصبغات، اي سيده مثلا هتحتاج قد ايه، لان السن بيختلف، يعني بنعتمد على السن اكتر، بنعتمد على استجابه. لا سن كلام الجارح، ليه عماله تقولي السن؟ لا مش قصدي، لا ده السن دلوقتي السن والله خلاص اصلا السن. انا بس اصلا بتتكلم سيريس قوي وتخفف. لا لا هو اصلا دلوقتي خلاص التجميل والتقنيات التجميليه ما بقاش حد اصلا، يعني انا مثلا مش صغير، ناس كتير بتديني اصغر من سني كتير، وده مش الواقع. العنايه والوقايه خير من العلاج. بالظبط بالظبط. انت قلت لنا ان من ضمن برضو مكونات بينكي الشاي الاخضر. طبعا. ايه فوائد الشاي الاخضر؟ الشاي الاخضر كلنا عارفين ان هو مضاد اكسده، كلنا بنشربه، حتى بتبقي قاعده في كافيه، لما ببقى قاعده في كافيه مش عارفه بطلب شاي اخضر ملوش طعم، بس ايه انتي اوكسيدنت، بيخليني برضه شويه اخس، محتاجه اخس سنه، معني خسيت بس شويه كمان. فمهم ان الشاي الاخضر مش بس مهم للجسم، ده مهم للبشره جدا. بيعمل ايه البشره؟ كله مضادات اكسده، ويمكن لما بنسمع ان ايه حطوا كمادات شاي على عينيكم، يبقى الشاي الاخضر للهالات السوداء، يعني وش ايه؟ لا انا دكتوره ما ينفعش اقول وش. لا عادي عادي، اللغه اللي احنا لازم نتكلم بلغه عادي. فعلاج الامثل للهالات السوداء، العلاج الامثل لاصحاب البشره الدهنيه لازم يستخدموا الشاي الاخضر، لان الشاي الاخضر بيقلل الافراز الدهون الزياده اللي تعمل لي حبوب. معنى كده ان كريم بينكي بيساعد جدا في علاج الحبوب. ده حاجه مهمه قوي، ان مع كريم بينكي لو السيده بشرتها جافة عندها حبوب كتير هتلاقي الحبوب تخف معاها، لان الشاي الاخضر بيقلل افراز الدهون، وماده الساليسين بتقشر بلطف، كل مره اقول بتقشير بلطف، فماده الساليسين بتزيل البكتيريا وبتزيل الدهون من على البشره والشوائب، فهتلاقي البشره الدهنيه مبسوطه جدا جدا بكريم بينكي. في مكون معين من كريم من موجود في كريم بينكي اعتقد لازم تشرحي لنا الحلقه الجايه فايدته ايه، اللي هو لحاء الصفصاف. خلاص ان شاء الله المره الجايه، لان يعني اول مره اعرف ان في كريم زي عرق السوس كده، ان في كريم فيه ماده مستخلصه
من لحاق الصفصاف. تمام، المره الجايه ان شاء الله مع حضرتك. ميرسي جدا جدا يا دينا، نورتينا. نورتي. وللحديث بقيه. عايزه اقول لك ان انت بتقولي احنا بنديكي طاقه ايجابيه قوي، انت بتديني انا طاقه ايجابيه جدا. قلبي المهم والله قوي. المهم الموضوع ما فيش نيها في نيها. لا نيها. هنتناقش في الموضوع ده بعد الفاصل. ميرسي يا دينا جدا، نورتينا. حبيبتي تسلمي ياسمين، ميرسي. وللحديث بقيه زي ما قلنا، واحنا هنخرج لفاصل سريع ونرجع على طول.